كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنا أخوكم إسماعيل حرابي المنشد والمقري، حبيت نوضح لكم الإشكال اللي صار. الابتهال معروف معناه حافظينه من القدم على الشيخ الشحيمي رحمه الله، حافظينه فيه الآية القرآنية سبحان الله، رغم التعب والإرهاق بحكم الاحتفالات في المولد في الراديوات وفي الجوامع، مشيت مرهق ورغم التراك وكل شيء والله نسيت، قاسما عظما نسيت اللي فيه الآية، وتعديت بالعزف ونعتذر منكم. ونشكر اللي ثم غيرة على القرآن وأهل القرآن، هذين تقبلوا منكم إن شاء الله ربي يبارك لكم، وإن شاء الله تقبلوا مني الاعتذار هذايا.